وصالح جمعه بيلعب على طرف الملعب وده الكلام اللي احنا قلناه يا اسلام بالظبط، وده الكلام اللي احنا قلناه قبل المباراه. ولكن على الرغم من كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، هناك ايجابيات كثيره في هذه المباراه. الايجابيات الكثيره اولها طبعا الثلاث نقاط، اكيد الثلاث نقاط هي الاهم دلوقتي، وتصدر الدوري العام، وده كلام اعتقد تامر اللي قاله. مظبوط تامر اللي قاله، والثلاث نقاط وتصدر الدوري العام، اعتقد ان ده شيء مميز جدا جدا في ظل الظروف وفي ظل هذا الضغط وفي ظل كل المعوقات اللي بتحصل خلال الفتره اللي فاتت. حتى احنا اتكلمنا قبل المباراه عن ان في الملعب شكله في بعض الامور وكذا وكذا وكذا، وزي ما حضراتكم شايفين حتى في حاجات معينه بتحصل اثناء المباراه بتخليك تبقى متضايق يا بلال وانت قاعد بتتفرج. يعني انت وانت قاعد بتتفرج انا شايفك متضايق في لقطات كده، صح صح، عايزين نشوفها تاني بس عايزين نتاكد منها هل هي صحيحه ولا مش صحيحه. صح. حتى كابتن سمير عثمان لما هيكون معايا بعد المباراه، ما اعرفش هيبقى ليه عنده في لقطات يقدر يعملها، لان الاعاده ما بتجيش الا مثلا انا ما شفتهاش بصراحه تاني. لا ما عادهاش ما عادهاش، فحاجه غريبه جدا، في حاجات بتبوظ عليك المشاهده يعني بتخليك مش يعني بالظبط كده مش مستمتع. لكن طبعا هناك سلبيات وواضحه جدا لكل الناس، ولكن الايجابيات حقيقه في كذا حاجه قالها كابتن محمد يوسف وكابتن سامي لا في ايجابيات مهمه.